وفق هذه المسلمة التي تتكرر كثيراً وترسل عنها مقبولة ومفروضة في النقاش والحوار والردود والكتابة والتعليم والمناهج الدراسية الجامعية فما دونها، الشوافع ليسوا من أهل السنة، عجيب، المالكية ليسوا من أهل السنة لأنهم أشاعرة، والماتريدية الأحناف ليسوا من أهل السنة، من بقي إذن ليمثل أهل السنة؟ الحنابلة؟ ومن سرع طريقة فقهاء الحديث؟ والسؤال، كم يمثل هؤلاء؟ كم هي نسبتهم؟ 5%؟ أقل أكثر بقليل؟ إذن ماذا نفعل؟ أحب أن أكون واضحا معكم، وأنا هنا أوجه دعوة جادة وصريحة وصارمة للأزهر الشريف الذي استقال إلا قليلا من مهامه العلمية والإرشادية والتربوية، وأقول له أنت تعلم أيها الأزهر الشريف بعلمائك الفخام الكرام أنك أشعري، كنت ولا تزال تدرس العقيدة الأشعرية، انتصر لأهل السنة والجماعة على الأقل حتى لا يرمى أهل السنة والجماعة بالعظائم، حتى لا ترمى العقائد الحقة بأنها عقائد ضالة مضلة كذا وكذا، وهي عقائد أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة، لا بد أن تستبين السبيل، لا بد أن يضح المنهج بشكل واضح، لا بد أن نضع الأشياء في مواضعها. قبيل أسابيع جاءني أحد إخواني الأحباب، وهو إنسان لطيف وطيب وكريم، واستمع إلى جزء من حديثي بعد خطبة الجمعة، ثم رفع يده متسائلا: يا شيخ عدنان، هل أنت فعلا شاعري؟ فتبسمت. الرجل حتى لا يعرف، لا يعرف يضبط الكلمة، لا يميز، سمع أشعري أشعري متمشعر أشاعرة ونسي، وطبعا وقع في وهله ووقر في خلده أيها الإخوة أنها تهمة فظيعة أن تكون أشعريا. فما معنى الأشعرية؟ لا يعرف، شاعري. لا يجوز أن نعبث أيها الإخوة بتصورات الناس ونلعب على مخيلة الناس، منتهزين أيها الإخوة حالة العماء والغماء وحالة الجهل المتفشي، وبين مزدوجين. وأسأل الله ألا أكون مستفزا بهذه الجملة، لأني لم آتي هنا أبدا لأستفز، التي يساهم أمثال هؤلاء الناس هداهم الله في تكريسها وتعزيزها. منهجهم غير علمي، طريقتهم غير علمية، تعاطيهم مع النصوص مع الوثائق مع الحقائق غير علمية، تقوم على التهريج على السباب على الشتم على النبذ بالألقاب. سوف ترون اليوم، سوف ترون أيها الإخوة كيف يكون الكلام العلمي الموثق المدلل المعلل، وكيف يكون النبذ والإخذاع والشتم فقط والسب. للأسف هذه الطريقة عززت وكرست ومونت أيها الإخوة مناخ الجهل ومناخ الفراغ العلمي لدى عامة المسلمين. نحن نحاول أن نفعل العكس بفضل الله تبارك وتعالى، نحاول أن نفعل العكس. وعلى ذكر محاولتنا ومحاولة هؤلاء، والله تبارك وتعالى من وراء قلب كل امرئ ولسانه يعلم بالنوايا ويعلم بالقصود، عالم بالنوايا وعالم بالقصود، أبشركم وأبشر إخواننا وأحبابنا بفضل الله تبارك وتعالى، بعد هذه الجولات وبعد هذه المصاولات التأييد يزداد باستمرار. لا أقول لشخص ضعيف من أنا، وأنا هنا سأنتهز هذه الفرصة وأقول: اللهم مالك الملك، عالم الغيب والشهادة، رب السماوات السبع وما أضللن، رب الأراضين السبع وما أقللن، إن كنت تعلم أن العبد الضعيف عدنان إبراهيم يعمل ليشنأ الإسلام أو يكيد له أو لأهله أو لنبيه أو لكتابه، أيها الإخوة اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهديه وأن تنير بصيرته، فإن لم تفعل أن تغفر له وأن تأخذه إلى جوارك، أن تميتني وألا تمد لي في حبل عمري، سألتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا جليل يا سميع الدعاء. لأنني كما أقول دائما وأعيدها أيها الإخوة، لست ممن يلعب بدينه،